السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معكم مهندس وليد عبد الله، معيد بقسم علوم الحاسب كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق. هنكمل شرح شباب في كورس اناليسيس اند ديزاين اوف الجوريزمز. هنشرح النهارده السكشن رقم 3. طيب السكشن اللي فات يا شباب وقفنا عند اننا بعد ما حسبنا عملنا اناليسيس للالجوريزم، حسبنا التايم كومبلكس بتاعته بالطريق الكاونت ستيب او الستيب كاونت، وطلعناها بالترتيب يا شباب اللي هو ايه، وليكن مثلا 2 ان تربيع زائد 2 ان زائد 1 مثلا. بعد كده قلنا ممكن نسهل الموضوع على نفسنا شويه، مش لازم نحسب الاكزاكت، ممكن نستخدم يا شباب ايه الاسيمتوتيك نوتيشن، اللي هو مثلا بتطلع لي ان انا لو عندي تو الجوريزمز الاثنين بيحلوا نفس المشكله وبياخدوا نفس الان بالسايز، فبالتالي مثلا واحد بياخد او اف ان تربيع والتاني مثلا كان بياخد مني او اف ان، فبالتالي يا شباب مين فيهم الاسرع؟ اكيد اللي بياخد او اف ان هو الاسرع من اللي بياخد او اف ان تربيع، تمام؟ ولو لقينا واحد تالت بياخد او اف ان لوج ان، اكيد برضه لان لوج الان يا شباب ماله ابطا من الان، فبالتالي اسرع واحد في دول كان بايه يا شباب؟ كان اسرع واحد هو الاو اف ان، تمام؟ وعرفنا برضه معنى كلمه الاو، وعرفنا معنى كلمه الاوميجا، وعرفنا معنى كلمه ايه يا شباب اللي هو الثيتا. الناس ممكن ترجع للسكشن اللي فات عشان تفهم الكلام ده كله وتقدر تكمل معانا السكشن ده. طيب يا شباب عايزين بقى نبدا شباب نطبق الكلام ده كله على الجوريزمز فعليه او على مشاكل فعليه بتقابلنا في الكمبيوتر ساينس، ونبدا نشوف يا شباب ازاي نقارن بين الالجوريزمات المختلفه اللي بتحل نفس المشكله. اول مشكله عندي شباب هي مشكله السيرشن، ان انا مثلا عندي اري او عندي ليست او عندي قائمه فيها مجموعه كبيره جدا من الارقام، ارقام التليفونات، ارقام عاديه، من الاسماء، من الحروف، تمام؟ وعايز اسيرش على حرف معين او على رقم معين داخل الليست ديت، فبالتالي عايز اعمل الجوريزم يحل لي المشكله ديت. يعني انا مثلا لو انا عندي هنا اري او ليست فيها مجموعه من الارقام ايا كانت ايه المجموعه ديت، تمام؟ وبسيرش مثلا على رقم معين اللي هو رقم مثلا 20، تمام؟ وعايز اعمل هنا الجوريزم يقول لي هي ال 20 ديت موجوده في الاري ده ولا مش موجوده. لو موجوده اطبع لي هي موجوده في مكان رقم كام. لو انا مثلا برقم الاري من 0 1 2 3 اطبع لي موجوده في المكان رقم 3، تمام؟ طيب لو ال 20 دي مش موجوده يقول لي ان ال 20 فعلا مش موجوده عندك في الاري ده، تمام يا شباب؟ المشكله ديت ليها اكتر من طريقه حل، ليها اكتر من الجوريزم يحلها، منهم يا شباب اهم اتنين هم اللينير سيرش، وبنقول عليه برضو السيكونشال، وممكن تلاقوه يا شباب برضو باسم السيريال، يعني التلاته دول اسماء نفس اسماء لنفس الحاجه او نفس الوصف، اسم نفس الالجوريزم ما فيهوش اي مشاكل، تمام؟ الطريقه التانيه يا شباب اسمها ايه؟ اسمها الباينري سيرش. طيب مع بعض بقى نعرف كل الجوريزم من دول شغال ازاي، ونعمل له اناليسيس يا شباب ونقارن ما بين الاثنين وبين بعضهم عشان نشوف مين فيهم افضل من التاني. طيب يا شباب اول حاجه فيهم هي اللينير سيرش وبرده اسمها سيكونشال سيرش. بتشتغل ازاي يا شباب؟ بيقول لي هنا هي بتعمل تشيك لكل عنصر ان سيكونس. يعني ايه يا شباب؟ بتدور في كل عناصر الاري اللي عندي بالترتيب عنصر بعنصر لحد بتعمل ايه يا شباب؟ لحد ما تلاقي العنصر اللي هي بتدور عليه، تمام؟ او ان هي تعمل ايه يا شباب؟ تخلص الليست كلها تدوير وما تلاقيش العنصر اللي هي بتدور عليه، تمام؟ لو انا لقيت العنصر حصل ماتش ايه اللي هيحصل؟ هيرجع لي رقم الاندكس اللي العنصر ده موجود فيه عشان اعرف العنصر ده موجود في انهي مكان بالظبط. لو مش موجود يا شباب ممكن مثلا يرجع لي فولس، يرجع لي وليكن سالب واحد اللي هو مكان مش موجود عندك، يرجع لي اي شيء يا شباب، المهم اللي هو لما يرجع لي الحاجه ديت اعرف ان العنصر مش موجود عندي في الاري. ده طبعا اسهل عناصر او اسهل الجوريزمات السيرش اللي عندي، وده بقول سبيشال كيس اوف بروت فورس. يعني ايه شباب بروت فورس؟ ده شباب الالجوريزم اللي بيستخدم كل الحلول الممكنه علشان يشوف اذا كان حل منهم ينفع ولا ما ينفعش. طيب ده بيعمل كده؟ اه شباب ده تقريبا بيعمل كده، علشان لو بصينا عندي في المثال ان هو بيدور على ايه شباب؟ بيدور على كل العناصر عنصر بعنصر لحد ما يلاقي شباب العنصر اللي هو محتاجه. طيب بسميه سبيشال كيس ليه يا شباب؟ لانه مش محتاج يدور في العناصر اللي بعد العنصر ده، لما الاقيه خلاص مش محتاج يدور هناك، ان هو لقيته فبالتالي بنهي الالجوريزم بتاعي. طيب يا شباب ده كده مثال عليه ان انا مثلا بدور على عنصر ال 25، تمام؟ لو افترضنا مثلا بدور على عنصر السبعه مثلا يا شباب بعمل ايه؟ ببدا من البدايه 3. هل الثلاثة هي السبعه؟ لا. خش على بعديه، هل 15 هي السبعة؟ لا. خش على بعديه 2 8 7. اه بالفعل السبعة هي دي اللي انا بدور عليها يا شباب، تمام؟ فارجع ايه؟ ارجع لي 4 ان هي موجودة في مكان 4، ماشي. وانا حر
مثلا لو انا عايز الالجوريزم بتاعي يطلع لي كل الارقام اللي هم 7، لو افترضت ان انا عندي هنا رقمين 7 مثلا، فرجع لي الاربعه ويكمل تدوير يا شباب لحد ما يطلع لي العنصر ال7 التاني موجود في المكان رقم 9. فكده عرفت ان انا في عندي عنصر موجود في المكان 4 وعنصر موجود في المكان 9، فانا عندي عنصرين، تمام. وعندي الحريه يا شباب ان مثلا افترضت ان الرقم ده ما بتكررش عندي في الري او في الليست بتاعتي، فبالتالي يطبع لي رقم 4 ان هي موجوده في المكان 4، ويعمل ايه يا شباب؟ ويقفل البرنامج مباشره، لان انا ما عنديش غير رقم واحد طلعت مكانه وخلاص. ده كده اول طريقه، وده اللي هنمشي بيها ان شاء الله النهارده وهنشرحها. طيب لو افترضنا يا شباب ان انا بدور على رقم اللي هو 25، فبالتالي هعمل ايه يا شباب؟ هبدأ من 3 ل 15 ل 2 ل 8 ل 7 ل 1 ل 4 ل 8 ل 10 للسالب 2 ل 61 ل 5. في كل مرة يا شباب، في كل مرة ما ازود واحد بتشيك وبشوف بقارن العنصر ده هل هو بيساوي الرقم اللي ادور عليه ولا مش هو. لو بيساويه خلاص برجع الرقم اللي هو موجود في المكان كذا، مش بيساويه بخش على اللي بعده، تمام، لحد ما اوصل ل 5 ده اللي هو مكان 11، واروح مزود واحد الاقي نفسي فين يا شباب؟ الاقي نفسي طلعت بره الاري، وصلت عند المكان 12، وانا عارف ان الاري بتاعي بادئ من اول الصفر لغايه 11، تمام. فوصلت عند ال 12 طلعت بره الاري، فاروح بنهي عمليه اللوب، ما بدورش في اي حاجه تانية، وانزل تحت اشوف نفسي وقفت عند فين، عند 12 اللي هي بره الاري، فاروح مرجع ايه شباب؟ ارجع فورس ان انا مش لاقي الرقم 25 ده في الاري بتاعي، تمام يا شباب. دي كده الطريقة، وهنبدأ نشوف دلوقتي نترجم الكلام اللي احنا شرحناه مع بعض ده كده بالنظر إلى سيدو كود يا شباب، ونبدأ نشوف مش شغال ازاي خطوة بخطوة. ده يا شباب السيدو كود بتاعي، بيقول لي إن أنا عندي array اسمه ايه؟ list أو array فيها مجموعة elements عددهم n اللي هو عدد العناصر اللي موجودين عندي، ممكن يبقى ده فيها 7 عناصر، 8 عناصر، 1000، مليون، مليار، المهم إن عددهم يا شباب ايه؟ n. فبالتالي هحسب له التايم كومبلكسيتي اللي هو تي اوف ان، يعني الوقت اللي البرنامج بيستخدمه لما ياخد الري السايز بتاعها بكام يا شباب؟ بان. وعندي ديزايرد اليمنت بدور عليه اللي هو الاكس يا شباب، العنصر اللي انا بدور عليه موجود ولا مش موجود. وهبدا الري من اول الصفر لغايه الان ماينس واحد. ليه لغايه الان ماينس واحد؟ عشان الري بتاعي يا شباب لو في 12 عنصر، تمام، فبالتالي اول عنصر عندي صفر، واخر عنصر عندي كام يا شباب؟ 11، اللي هو 12 ناقص 1، يعني n ناقص 1 يا شباب. فدي كده بيبقى اخر عنصر عندي. بشوف اف اي اوف الاكس، سوري اف اي اوف الاي، يعني هل العنصر اللي موجود في المكان اي من الاري اللي اسمه ايه تساوي الاكس اللي عندي؟ هل ده بيساوي ده؟ يعني لو افترضت ان الاي عندي هبدا من الصفر، فهل اي اوف صفر اللي هو العنصر اللي موجود في المكان صفر اللي هو كام يا شباب؟ اللي هو التلاتة. هل التلاتة ده تساوي الرقم اللي هو 25؟ لو بتساويه يا شباب بعمل ايه؟ بريتيرن الاي، بروح على ريتيرن الصفر، فبالتالي ال 25 موجودة في المكان كام يا شباب؟ موجودة في المكان صفر، تمام جدا. طيب لو مش موجودة بعمل ايه؟ برجع اللوب تاني وابدأ ازود الاي بواحد، عشان عارفين ان اللوب بتزود الاي دايما بواحد، مش محتاج ان انا اقول له هنا يا شباب ايه؟ زود الاي بلس بلس، عشان قلنا ده سيدو كود مش كود. فانا فاهم ان اللوب عندي بيزود الاي بمقدار واحد يا شباب، طالما انا ما حددتش في السيدو كود بتاعي عكس كده او غير كده، ماشي، يبقى الديفولت بتاعي بيزود واحد، وهكذا ابدا ازود الصفر بقت بواحد، واشوف العنصر اللي في المكان واحد هو الرقم بتاعي ولا لا. لو مش هو برجع ازود الاي بمقدار واحد يبقى 2، واشوف العنصر رقم 2 هو العنصر بتاعي ولا لا، لحد ما اوصل العنصر بتاعي برجع الاندكس بتاعه. طيب افرض انا وصلت اخر خطوه خالص يا شباب، اللي هو خلاص وصلت ان الاي تساوي ان ماينس واحد، ونزلت عملت تشيك لا مش هو برضه، فرجعت رحت مزود الاي كمان بواحد، بقت بكام يا شباب؟ بقت الاي دلوقتي بان، واشوف الاي بان هل بيحقق الشرط بتاعي ان هي ما بين الصفر لان ماينس واحد؟ لا مش بيحقق، فمش هنزل هنا خالص، هخرج بره اللوب وانزل للشرط اللي بعد كده، بقول له هل الاي تساوي الان؟ بالفعل انا طالع من اللوب اللي هناك والاي تساوي الان، تمام. فبالتالي هروح مرجع فولس، ده معناها ايه يا شباب؟ معناها ان الاي بتاعتي بقت تساوي 12، وانا اخر اندكس عندي ب 11، يعني انا طلعت بره الاري بالفعل. فبالتالي ايه يا شباب؟ معناها ان انا ما لقيتش العنصر اللي انا بدور عليه في كل الاري. فهعمل ايه هنا؟ بروح اعمل ريتيرن الفولس، يعني العنصر مش موجود عندي في الاري. ده كده السيدو كود.
طيب يا شباب نبدأ بقى نعمل له اناليسز. ماشي، نعمل له اناليسز. طيب باستخدام يا شباب، باستخدام حاجة اسمها البيست كيس، وبعدين الورست كيس، وحاجة اسمها الافريج كيس. تمام، البيست قلنا اللي هي الاوميجا، والورست اللي هي الاو، والافريج ممكن تقول يا شباب مثلا هي كل الحالات الممكنة ما بين الاوميجا لغاية الاو. تمام، وغالبا يا شباب غالبا الافريج كيس دايما دايما بتساوي، يعني مش دايما، يعني في معظم الاوقات تطلع معاك يا شباب ان هي تساوي الاو. بس خلونا نشوف مع بعض يا شباب، مع بعض كده ونعرف كل واحدة من دول. طيب ايه هي يا شباب البيست كيس بتاعتي، او ايه هي افضل الاحوال اللي عندي يا شباب؟ ان انا كنت بدور على عنصر 3، واول ما دخلت الاريه بتاعي لقيت ان الثلاثة ديت موجودة في اول عنصر عندي. تمام، فرحت مكنسل البرنامج ومرجع ان الثلاثة موجودة في العنصر رقم 0، في المكان رقم 0، مش محتاج ان انا ادور هنا خالص يا شباب. تمام، ده كده اسمها البيست كيس وافضل حالة عندي. يعني لو رجعنا للكود بتاعي في اول عنصر، في اول خطوة خالص نفذت دي مرة واحدة، نزلت تحت هنا لقيت ان فعلا اول عنصر عندي هو ايه يا شباب، هو بيساوي الاكس. بالفعل العنصر اللي في المكان الصفر تساوي الاكس بتاعي، فنفذت دي مرة واحدة، فنزلت تحت عملت ريتيرن ونفذتها كمان مرة واحدة، فبالتالي مش محتاج اكمل بقية الكود عشان انا عملت ريتيرن هنا بالفعل. فانا بالتالي عملت هنا شباب كام؟ 3 خطوات بالفعل. عملت ايه يا شباب؟ 3 خطوات بالفعل. تمام، فبالتالي لما قلنا شباب 3 خطوات دولي هي اوميجا اوف كام يا شباب؟ لو الناس فاكرة اوميجا اوف 1. ليه دول 3 خطوات مش 1؟ ما الواحد ده يا شباب بيدل على اي رقم ثابت، يعني 3 5 7 10 بنعملها كام يا شباب؟ اوميجا اوف 1. ليه طيب اوميجا اوف 1؟ ما انا قلت يا شباب ان انا هنفترض الثلاثة ديت عبارة عن 3 في 1، يعني عبارة عن ثابت مضروب في 1. تمام، فبالتالي هي اوميجا، سوري، اوميجا اوف 1. ليه استخدمت الاوميجا؟ علشان قلت ده البيست كيس بتاعي. تمام، طيب بيست كيس دايما يا شباب زي ما قلنا مش بيهمني، عشان انا دايما ما بضمنش ان العنصر بتاعي يكون موجود فين في الاول يا شباب، فانا مش بستخدم البيست كيس خالص وما ببصش عليه. وبص دايما على زي ايه يا شباب، زي ما قلنا بنبص دايما على الورست كيس في اسوأ الحلول اللي عندي. طيب ايه هي اسوأ الحلول اللي عندي يا شباب؟ ان انا العنصر بتاعي مش موجود في الاول، لا ده موجود في اخر عنصر. تمام، او ايه شباب، او مش موجود اصلا في الاري خالص. يعني ايه موجود في اخر عنصر اما مش موجود في الاري؟ دي بنسميها ايه شباب؟ بنسميها الورست كيس. طيب ليه؟ عشان انا محتاج ادور في كل العناصر اللي موجوده في الاري لغايه ما اقرر هل هو موجود في الاخير ولا مش موجود اصلا. يعني هفضل اتشيك لحد ما اوصل الاخير، هل الاخير ده بتاعي؟ لو هو اللي بدور عليه يبقى تمام، بس انا لفيت على كل العناصر. لو مش هو يبقى العنصر بتاعي مش موجود، انا برضو لفيت على كل العناصر اللي عندي. تمام، نرجع كده للكود ونبص على الورست كيس. فبالتالي يا شباب انا لفيت على ايه؟ لو انا افترضت ان هو موجود هنا في الاخر خالص، فانا لفيت على كل العناصر، فنفذت دي كام مره؟ ان من المرات. تمام، ونزلت تحت عملت كام مقارنه؟ عملت ان من المقارنات. لو موجوده في اخر عنصر يا شباب فبالتالي هعمل ريتيرن دي مره واحده، عشان انا بالفعل لقيتها بس في اخر عنصر ومش هعمل دول اصلا. تمام، فنبص كده هنا ان، وهنا ان، وهنا 1، يعني كام يا شباب؟ يعني عندي 2 ان زائد 1. قلنا بنشيل الترمات كلها وناخد بس الترم الكبير فيهم اللي هو 2 ان، وقلنا ان ال 2 ديت يا شباب مالها؟ ممكن نعوض عنها اللي هي بثابت ان، عشان ال 2 ديت ان مالها؟ اقل من او تساوي الثابت مضروب في ان. لما الثابت تساوي كام يا شباب؟ تساوي 2، هتساويها. لو الثابت بيساوي 3 بالفعل هتبقى اقل من دي، فبالتالي ال 2 ان معناها ايه؟ اللي هي او اوف ان يا شباب، فبالتالي الكود بتاعي هياخد او اوف ان في الورست كيس. طيب ما نجرب كده، لو الاري بتاعي او الرقم بتاعي مش موجود في الاري اصلا، فنرجع هنحتاج نزود هنا خطوه، عشان انا خلاص مش لقيته بالفعل، فاحتاج ازود خطوه عشان اطلع بره الاري كلها. دي هتتنفذ ان تمام من المقارنات، بس مش هنفذ ديت. هنزل تحت، هل الاف تساوي الان؟ اه بالفعل هتتنفذ مره الاف تساوي الان، فهنزل اعمل هنا ايه يا شباب؟ ريتيرن فولس، ونحسب كده ادي 1 وادي 1 وادي 1، يعني 3 ومعايا 2 ان، تبقى 2 ان زائد 3، يعني هي برضه يا شباب ايه؟ او اوف الان. تمام، فده كده شباب الورست كيس بتاعي او اوف الان،
وانا دايما بتشيك على ورست كيس، يعني دايما هياخد مني وقت كام يا شباب؟ هياخد مني دايما وقت او اوف ان، يعني التي اوف ان بتاعتي بتاخد مني وقت او اوف ان. تمام يا شباب، ده كده الكلام اللي بيقوله كله ان انا ازاي احسب الورست والافريج. هنتكلم مع بعض في الافريج دلوقتي، بس المهم عندي هو الورست كيس. تمام، ازاي احسب الانوتيشن حسبناها يا شباب. ودلوقتي بيقول لي ان عدد العمليات اللي عندي بيعتمد على ان، فبالتالي لو عندي 1000 عنصر غير لما يكون عندي مليون غير لما يكون عندي مليار، الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده. طيب الورست كيس يا شباب زي ما احنا قلنا بيعتمد في حاجتين. الحاجه الاولى ان العنصر بتاعي موجود في اللاست بوزيشن في اخر مكان، او اصلا مش موجود في الاري خالص. تمام، كان بيحتاج ان انا ادور في كل عناصر الاري، فكان بياخد مني وقت او اف ان زي ما احنا قلنا. تمام جدا. طيب ايه هي بقى يا شباب الافريج كيس؟ الافريج كيس بكل بساطه بيقول لي ده يا شباب هو يعني متوسط كل الحلول الممكنه عندك. يعني ايه كل الحلول الممكنه عندك؟ يعني مثلا اول حل عندي ان انا ممكن الاقيها في المكان الاول بعد ما اعمل خطوه واحده، الحل الثاني الاقيها في المكان الثاني بعد ما اعمل خطوه ثانيه، الحل الثالث الاقيها في المكان الثالث بعد ما اعمل خطوه ثالثه، وبعدين الرابع. تمام، فالافريج يا شباب ممكن نقول كده حاله وسط ما بين البيست كيس اللي هي واحد، تمام، وما بين ايه يا شباب، وما بين الورست كيس اللي هي عند الان. ماشي، فلو افترضنا ان انا الاري بتاعي فيها 10، فممكن الاقي في الخطوه بعد خطوه او بعد خطوتين او بعد ثلاثه او بعد اربعه بنجمعهم كلهم يا شباب ونقسمهم على العشرة اللي هم عدد العناصر اللي موجود، فهتلاقي لي تقريبا بعد 5 خطوات ونص يا شباب كافريج كيس ما بين الواحد وما بين ايه يا شباب وما بين العشرة، لو انا عدد العناصر اللي عندي هو كام، هو 10. طيب احنا بنعتمد على الان، لو عدد العناصر بتاعتي ان يعني هبدا ازود من اول الواحد لغايه الان وبعدين اقسمهم على ان. مع الحل يا شباب معانا دي هتلاقي عندي ان الحل ده هيطلع تساوي ان في ان زائد واحد على كام يا شباب، على 2 ان، فبالتالي يا شباب هتساوي كام؟ ان مع الان يا شباب، فبالتالي هتلاقي عندي ان زائد واحد على 2، يعني تقريبا يا شباب كام؟ تقريبا نص ان زائد نص. فين الترم الاكبر؟ هو ده، فشيل الترم ده. تمام، مش ممكن نقول يا شباب ان النص ان ديت هي اقل من او تساوي الثابت مضروب في ان، لما الان الثابت تساوي نص او تساوي واحد او تساوي 2، فبالتالي برضو ان النص ان شباب عباره عن ايه؟ عباره عن او اف ان، زي ما احنا قلنا ان الافريج غالبا تساوي ايه شباب؟ تساوي الورست. حتى شباب لو ده بتاخد نص الوقت كحاله وسط، بس احنا زي ما قلنا الحاجات دي كلها او الكسور الارقام الثوابت ديت ما بتفرقش معانا في عمليه الحسبه. تمام، فبالتالي كنا محتاجين نعرف دلوقتي ان انا عندي هنا في البيست بياخد اوميجا اوف واحد ودي مش بنحتاجها، وفي الورست بياخد عندي كام او اف ان هي والافريج، وده اللي مهم عندي يا شباب هو الورست كيس. فبالتالي اللينير سيرش بياخد عندي يا شباب بياخد عندي او اف ان. تمام جدا، نخش بقى على الباينري سيرش اللي هو تاني طريقه، ونبدا نشوف برضو ايه شروطه وشغال ازاي والوقت بتاعه بياخد مني وقت قد ايه. في الباينري سيرش شباب بيقول ايه؟ بندور على العنصر بتاعي اللي انا بدور عليه في منتصف الليست. يعني ايه؟ انا ببدا من نص الليست اللي عندي، ببدا من نص الليست اللي عندي، مش من الاول زي هناك، لا مش من الاول زي هناك. تمام جدا، بقول هنا لو الميدل ده هو الماتش بتاعي، هو العنصر بتاعي بالفعل اللي انا بدور عليه، يبقى انا خلاص خلصت. طب مش هو ايه اللي هيحصل؟ قال لي تمام، نشوف العنصر اللي بتدور عليه ونقارنه بالميدل ده، هل هو اكبر من ولا اصغر من الميدل؟ تمام جدا، لو كان اكبر من الميدل يا شباب يبقى انا هدور فين؟ على يمين الميدل اللي هو في التوب. مش فاهم. طيب لو كان اصغر هيقول لك ان انا بدور على شمال الميدل اللي هو في الجزء اللي جنب الميدل. تمام، قصدك ايه؟ طب افرض الارقام عندي متلخبطه، يعني في هنا ارقام اكبر وارقام هنا اصغر وايه؟ قال لي لا، ما انا عندي شرط مهم جدا في الباينري سيرش يا شباب. ايه الشرط ده؟ ان الارقام اللي في الليست بتاعتي لازم تكون مرتبه. الناس تاخد بالها في اختلاف دلوقتي ما بين الباينري وما بين السيكونشال. السيكونشال كان اي ترتيب مش فارق، اما هنا محتاج الارقام ما عندي شباب تكون مترتبه شباب، يا اما تصاعدي مثلا يا اما تنزلي. انا هعتبره ان هو ايه شباب؟ ان هو تصاعدي. تمام، بالشكل ده. تمام يا شباب، والعنصر بتاع شباب ايه؟ بدور على رقم وليكن يا شباب مثلا 100.
تمام، بقارن المية بالميدل اللي موجود هنا شباب، ادي هنا 1 2 3 4 5 6 7 تمام. الميدل بكام يا شباب؟ نجمع الواحد زائد السبعة هتديني 8 على 2 هتديني ايه يا شباب؟ هتديني 4. ولو انا ببدأ هنا من 0 ماشي لغاية الـ 6، 0 1 2 3 4 5 6، فصفر الى 6 يعني 6 على 2 بكام يا شباب؟ ب 3، يبقى 0 1 2 3، يبقى الميدل بتاعي بكام يا شباب؟ ب 20. وبقارن المية أكبر من، هل المية تساوي الرقم اللي هنا اللي هو 20؟ لو كنت بدور على المية ولقيت هنا مية يبقى أنا خلصت بالفعل. لا يا شباب، ده دي مية ودي 20، الرقم مختلف. تمام جدا. طب هل المية أكبر ولا أصغر من 20؟ لا، المية أكبر، يبقى أنا أدور فين؟ في الجزء اللي أكبر من 20. عشان كده محتاج الأرقام اللي عندي تكون مالها يا شباب؟ تكون مترتبة. فبالتالي أنا محتاج كل الأرقام دي تاني يا شباب؟ لا انا مش محتاج، ده انا عرفت ان المية اكبر من 20، يبقى اكيد موجودة في الجزء ده. يبقى الارقام دي كلها انا مش محتاجها، هبدأ اشطب عليها كأنها مش موجودة. وفجأة بعد ما كان عندي 6 ارقام كاملين بدور فيهم او 7 ارقام كاملين شباب، بقى عندي كام رقم؟ بقى عندي 3 ارقام فقط بدور فيهم. يعني خطوة واحدة طيرت بيها نص الاريه، مش محتاج ادور فيهم تاني خالص، محتاج ادور فينا شباب في الجزء ده. تمام، هنا المية تمام يا شباب، وانا عندي هنا الرقم دلوقتي بكام؟ ده ب 4 وده ب 6. تمام، 4 زائد 6 كام يا شباب؟ ب 10 على 2 ب 5، يعني المنتصف بتاعهم هو العنصر اللي في المكان 5. هل المية ديت تساوي المية ديت؟ اه بالفعل المية هي المية دي. تمام، يبقى انا لقيت العنصر بتاعي واروح مرجع كام يا شباب؟ واروح مرجع 5، لقيته في المكان 5. تمام جدا يا شباب. طيب افرض انا يا شباب كنت بدور على كام؟ كنت بدور على 40 مش 100. تمام، وانا وصلت عند كام دلوقتي؟ عند 100. هل 40 هي 100؟ لا مش هي. طيب اكبر ولا اصغر منها؟ لا ده هي اصغر منها. تمام، يبقى اشيل الجزء الاكبر ده كله كده ويتحذف، مش محتاجه. تمام يا شباب، فاضل عندي كام يا شباب هنا؟ رقم اللي هو رقم فقط اللي في المكان، رقم 4. طيب هو البداية وهو النهاية، يعني 4 زائد 4 ب 8 على 2 ب 4، يبقى المنتصف بتاعهم كام؟ ب 4، يعني هو برضه يا شباب. هل 40 تساوي 30؟ لا يا شباب، 40 مش بتساوي 30. تمام جدا. طيب 40 اكبر ولا اصغر؟ لا اكبر، يبقى هي على يمين 30. تمام، طب ما انا كنت حذفت على اليمين كله، فلا ما عادش حاجه عندي هناك، فبالتالي ايه اللي هيحصل يا شباب؟ يبقى خلاص انا ما عنديش عندي رقم 40 في الليسته بتاعتي. تمام، في كام خطوه يا شباب؟ في 3 خطوات لقيت ان انا ما لقيتش عندي ال40. طيب ولما كنت بدور على المية في خطوتين بس طلعت المية، رغم ان العنصر الاري بتاعي كامل فيه 7 element، بس انا ما احتجتش ان انا ادور في كل العناصر اللي موجوده عندي يا شباب. ودي الميزه اللي في الباينري سيرش، مش محتاج ادور في كل العناصر اللي عندي في الاري عشان اطلع العنصر ده موجود ولا مش موجود. بس انا برضو بيبقى عندي شرط يا شباب، ان العناصر تكون مترتبه. يعني لو عندي عناصر مترتبه وبدور على عنصر فيهم، اكيد هستخدم الباينري، هيبقى اسرع بكتير جدا من السيكوينشال. طيب لو في حاله الارقام متلخبطه، اكيد مش هيبقى عندي يا شباب الباينري، ولازم ادور على حل تاني، يا اما السيكوينشال يا اما حاجه افضل منه، بس بتشتغل على الارقام ان هي ما تكونش مترتبه. طيب ده كده شباب حاجه يا سيدي، كود خفيفه كده ممكن نظبطها قدام شويه. بيقول لي ايه شباب؟ بيقول لي لو السايز بتاعي بصفر، يعني الليسته بتاعتي فاضيه ما فيهاش ارقام، يبقى الفاوند بكام؟ الفاوند بفولس، ان انا مش لاقي العنصر بتاعي. طيب لو الليسته بتاعتي فيها ارقام بالفعل، بطلع الميدل، العنصر اللي في منتصف الاري او الجزء اللي انا بدور فيه، وبشوف هل الميدل ده شباب، المكان اللي في الميدل هو العنصر اللي انا بدور عليه؟ لو كان هو يبقى اقول لك ان انا لقيته بالفعل. طيب لو ما كانش هو، بشوف يا اما اكبر منه يا اما اصغر منه. تمام، لو كان التارجت ده اصغر من اللي عندي، فانا بدور فين يا شباب؟ في المنطقه اللي هي بفور، اللي هي كانت قبل الميدل ده. تمام، لو كان إلس يا شباب، يعني مش بيساويه ولا اصغر منه، معناها ايه؟ معناها انه اكبر منه، فبروح ادور على عناصر اللي اكبر منه واشوف فيها العنصر بتاعي. شوف كده مثال معايا بالرسم، انا هنا شباب بدور على الرقم 7 ماشي، وعندي الاري بالشكل ده، فبحسب الميدل بتاعه اللي هو موجود في رقم 11. تمام، هل ال11 ده تساوي ال7؟ لا مش هي. طيب
سبعة أقل ولا أكبر؟ لا السبعة أقل، فاحذف كل العناصر اللي أكبر. تمام يا شباب؟ السبعة أكبر بالفعل، فهعمل إيه؟ حذفت كل العناصر دي ومبقاش عندي غير الجزء ده يا شباب. تمام؟ بدور على السبعة، الميدل اللي في النص بستة، هل الستة هي السبعة؟ لا مش هي، نو. طيب الستة أكبر ولا أصغر من السبعة؟ لا السبعة أكبر من الستة. تمام جدا، يبقى أدور في العناصر اللي أكبر من الستة. هنا يا شباب ده هو البداية وهو النهاية، إذا فهو الميدل. هل السبعة تساوي السبعة اللي عندي؟ يس يا شباب، فروح مرجع له اتنين وأقول له بالفعل أنا لقيت العنصر عندك. تمام، نبص بقى كده يا شباب على الكود بتاعي ونفهم الكود بتاعي شغال إزاي. أول حاجة خالص بعملها لي سيرش، ده اسم الجوريزم بتاعي، بياخد من الليست اللي أنا بشتغل فيها وفيها مجموعة العناصر، بياخد من المن اللي هو البداية بتاعتها، وبياخد الماكس اللي هو النهاية بتاعتها. يعني أنا كده عندي مجموعة عناصر اهيت، نرجع كده 3 6 7 و11 و32 و33 و52. تمام يا شباب، الستارت اللي عندي بصفر، والنهاية بكام يا شباب؟ والنهاية بستة، فالمن اللي عندي بتبدأ بصفر والنهاية بتبدأ بكام يا شباب؟ تبدأ بستة. طيب بنحسب المد ازاي؟ بنجمعهم ونقسمهم على اتنين، فبدينا كام يا شباب؟ بدينا التلاتة. بقول له هنا لو الليست اوف مد مالها يا شباب؟ بقول له هنا يا شباب لو الليست اوف مد اكبر من الكي، لو العنصر اللي في النص ده كان اكبر من الكي اللي انا بدور عليه اللي هو كان كام اصلا، اللي هو كان سبعة، بعمل ايه يا شباب؟ بروح مزود الماكس، سوري بغير قيمة الماكس واخليها تساوي الميد ماينس واحد. يعني ايه بزود الماكس واخليه الميد ماينس واحد؟ يعني الماكس بتاعي بدل ما كان بيشاور على ستة، لا ده هيشاور على الميد ماينس واحد، يعني على التلاتة ناقص واحد، يعني على اتنين. ويبقى الاتنين ده شباب ماله؟ الاتنين ده هو الماكس بتاعي، فيبقى الصفر عند المد من عند الصفر والماكس عند الاتنين، والجزء ده كامل ما يكونش ايه يا شباب؟ ما يكونش له اي علاقة عندي. تمام، ده كده كأنه انتهى، بقى عندي المن بصفر والماكس بكام؟ باتنين. تمام جدا، طيب لا هو مش اكبر منه ولا حاجة، امال ايه؟ ده هو شباب كان ايه؟ كان اكبر، سوري كان الليست اوف الميد هو اللي اكبر من ايه؟ هو الاكبر من الكي. سوري يا شباب، كان الليست اوف الميد ماله؟ كانت اصغر من الكي. تمام يا شباب، يعني كان الكي اكبر من الميد. نرجع تاني نحذف الكلام اللي احنا عملناه، لا يا شباب ده الليست اوف ميد كان ماله؟ كان اصغر من الكي، يعني الكي كان اكبر من المنتصف اللي في الميد اللي هو ال11، يبقى الكي موجود الناحيه دي يا شباب. بعمل ايه؟ بخلي المن تساوي الميد زائد واحد، يعني المن بتاعتي هتبقى الميد زائد واحد، فالمن الحالي بقى كام يا شباب؟ 3 زائد واحد يعني ب4، فاصبح المن دلوقتي ب4 والماكس بكام؟ ب6. يبقى ده كله كده كانه مش موجود، ما انا كل مره بدور ما بينه ومين ومين؟ ما بين المن وما بين ايه شباب؟ وما بين الماكس. فالفكره كلها في تحديد يا شباب، يا اما الماكس اللي بتغير مكانه، تمام، يا اما المن اللي بتغير مكانه، يا اما الماكس بتاعي الكبير ده يبقى هنا واكون حصرت اللعب كله ما بين الجزء ده وحذفت ده كامل، يا اما ايه شباب؟ يا اما سوري المن بتاعي ده هو اللي اتغير ويبقى فينا شباب ويبقى هنا شباب، وبالتالي اكون حصرت اللعب بتاعي كله ما بين الجزء ده وده كله كده كأنه ايه؟ كأنه ملغي. تمام جدا، طيب يا شباب لا هو مش اصغر منه ولا اكبر منه، امال ايه يا شباب مش اصغر منه اكبر منه؟ طالما مش اصغر منه ولا اكبر منه يعني اكيد يا شباب اكيد بيساويه. تمام، فالس ولا اصغر ولا اكبر، فاكيد ايه؟ اكيد بيساويه يا شباب، فبالتالي طالما بيساويه رجع لي ايه؟ رجع لي المن. يعني انا بالفعل كنت بدور على ال11، تمام، وهنا 11، هل 11 اقل من 11؟ لا. طيب هل 11 اكبر من 11؟ لا، اذا 11 تساوي 11، فبالتالي رجع لي المد يا شباب، يعني رجع لي المنتصف اللي هو 0 زائد 6 كان 3، فرجع لي رقم 3. تمام،
تمام جدا، وارجع اعمل ايه يا شباب؟ وارجع الف في اللوب بتاعي. لو انا مثلا ما لقيتش العنصر اللي هنا اللي هو لا مش بيساويه ده، هو كان اكبر او اصغر، فبالتالي هرجع اخد اللفه التانية. ما انا عندي وايل هنا بتعمل لوب، بفضل شغال. تمام جدا. اللوب دي بتدور ما بين ايه وايه ده يا شباب؟ ما بين الميكس، بين المين وبين الماكس. بتعتمد دايما ان انا عندي هنا المين هي ايه يا شباب؟ المين اقل من او تساوي الماكس، علشان في حاله ان انا كان فاضل عندي في الاخر خالص عنصر واحد زي ما شفنا قبل كده، تمام، وكنت بالفعل بدور على رقم مثلا زي رقم ايه يا شباب؟ زي رقم السبعة، تمام. فبالتالي السبعة دي في اخر خطوة خالص كان هو المين وكان هو الماكس، ماشي. فالمين كان باتنين والماكس كان باتنين يا شباب، فبالتالي برضو المين هنا تساوي الماكس، فبالتالي الشرط لسه شغال، السبعة مش اكبر ولا اصغر من السبعة، فبالتالي رجع لي الميد، يعني رجع لي السبعة. طيب في الخطوة اللي بعد كده شباب، لو انا مثلا افترضت ان انا كنت بدور على كام، بدور مثلا على 8، تمام، وجيت هنا عند السبعة، لا ما هو المين بتاعي بكام دلوقتي؟ المين بتاعي باتنين، ماشي، والماكس بكام؟ والماكس باتنين، وانا بدور على التمانية. التمانية هي السبعة؟ لا. طب اكبر ولا اصغر؟ لا، ده التمانية ديت مالها اكبر من السبعة، تمام، الكي اكبر من العنصر اللي في المنتصف. فانا هعمل ايه شباب لما يبقى الكي اللي عندي اكبر من العنصر اللي في المنتصف؟ نبص كده، لما يبقى الكي اكبر من العنصر اللي في المنتصف بروح اعمل ايه؟ بروح المن بسويه بالمد زائد واحد. يعني انا هاجي هنا عند المن فبسويه بالمد زائد واحد، المد كان باتنين، تمام، فالمن بتاعي بيساوي كام؟ اتنين زائد واحد بتلاتة، واجي ابص ده التلاتة اللي هي المن بقت اكبر من الاتنين اللي هي ايه شباب؟ اللي هي الماكس، تمام. ففي الحالة ديت الشرط ده اختل، المن ما بقتش اقل منه ولا سوى الماكس، بقت اكبر منه، فمش هدخل جوه اللوب ده خالص. طيب استفاد من كده ايه؟ ان العنصر مش موجود عندي في الاري نهائي، فهنزل تحت الوايل خالص واعمل ايه شباب؟ واعمل عرض ريتيرن فورس ان العنصر مش موجود عندي. تمام يا شباب، نبدأ كده بقى نعمل الاناليسز للكود بتاعي ونشوف الوقت بتاعي يا شباب المستخدم هيكون كام. تمام، قلنا طبعا افضل حالة عندي هيكون ايه يا شباب؟ لو انا مثلا كنت بدور على رقم 11 وجيت عند المنتصف في اول خطوة خالص لقيت ان ال11 هي ال11، فرحت ناهي البرنامج وقلت ده افضل خطوة عندي، فالبيست كيس بتاعتي لو العنصر بدور عليه موجود في منتصف الاري بالظبط. تمام، طيب وقلنا طبعا احنا ما بنشتغلش على البيست كيس، احنا بنشتغل على الورست كيس او الافريج. مثلا في الحاله ديت ممكن نقول الورست كيس بتاعت ايه شباب؟ ان هو العنصر بتاعي مش موجود في الاري كامل. تمام جدا، مش موجود في الاري كامل. طيب هل انا كنت بدور في كل العناصر؟ لا انا ما كنتش بدور في كل العناصر، ده انا كنت في كل خطوه كنت بعمل ايه؟ كنت بحذف نص الاري، في كل خطوه كنت بحذف نص الاري وادور في النص التاني. يعني ايه شباب؟ يعني لما كان عندي الاري بتاعي فيه 32 عنصر، اول خطوة حذفت نصهم بقى كام؟ بقى 16 عنصر. تاني خطوة نصهم بقى كام؟ بقى 8 عناصر. تالت خطوة نصهم بقى كام؟ 4. رابع خطوة 2. الخطوة اللي بعد كده بقت بواحد، يعني ادي خطوة 2 3 4 5 6. لما كانت 32 عملت ايه يا شباب؟ اخدت 6 خطوات، كل مرة كنت بطير نص الاري لحد ما فضل عنده عنصر واحد في الاخر يا شباب ما لقيتوش هو العنصر اللي انا بدور عليه. انا قلت الورست كيس ان العنصر بتاعي مش موجود عندي اصلا في الليست، تمام، فبالتالي ايه شباب؟ رحت ناهي برنامج خالص ومرجع فولس. طيب لو كان العنصر اللي عندي بكام يا شباب؟ ب16، فانا التالي هستخدم تاني خطوة هحذف 8 واسيب 8، تالت خطوة هحذف 4 واسيب 4، الرابع هحذف 2 واسيب 2، الخامسة هحذف 1 واسيب 1، يعني تبقى ب16 خطوة التانية التالتة الرابعة الخامسة. طيب نلاحظ بكده ايه يا شباب؟ ان انا بعمل كام خطوة عندي لما تبقى العناصر دي موجودة؟ 32 مش بدور فيهم كلهم، ده انا بدور في عناصر معينة عند الميد في كل خطوة من دول. لو لاحظنا 32 بتاخد مني 6، يعني 32 بتاخد مني 6 خطوات، و16 بتاخد مني كام يا شباب؟ بتاخد مني 5 خطوات، وال8 بتاخد مني كام يا شباب؟ بتاخد مني 4 خطوات. طيب الكلام ده مش بفكركم بحاجة يا شباب خدناها قبل كده؟
الناس فاكره الكلام ده، مش فكرنا حاجه خدناها قبل كده. لو فتحنا السكشن اللي فات، سوري يا شباب، السكشن رقم واحد لو الناس فاكره حاجه زي كده يا شباب، لما كنا دايما الان الجديده كانت بتساوي الان القديمه على 2، الناس فاكره ان الجديده تساوي الان القديمه على 2 يا شباب، تمام؟ ايه السيرنج ده؟ ده معناه مثلا لو جالي كسر في النص اللي هو 3.5 اعتبرها ب 3 مثلا، فاهمين؟ دي كانت معناها كده يا شباب. كنت بعمل ايه؟ 32 بتطلع 5، 16 4، 8 كانت 3. ده كنا بنسميه يا شباب الوقت ده كانت تساوي اللوج الان، عشان لوج 2 ل 32 كانت ب 5، واللوج 16 كانت تساوي 4، ولوج 8 كانت تساوي 3. وقلنا تحت اللوج 2، يعني 2 اس 3 ب 8، 2 اس 4 ب 16، 2 اس 5 ب 32، بس الاثنين مش مكتبه يا شباب فين؟ في اللوج بتاع الالجوريزم، تمام؟ طيب 32 ب 16 ب 5، 16 ب 4، 8 ب 3. لو بصينا كده هناك يا شباب هنلاحظ 32 ب 6 مش ب 5، و16 ب 5 مش ب 4، 8 ب 4 مش ب 3. يعني ايه يا شباب؟ يعني هناك كانت بلوج. طب هنا ممكن نقول ايه؟ هنا ممكن نقول بلوج زائد 1. يعني بعمل كام خطوة شباب؟ بعمل لوج ان زائد 1 من الخطوات، يعني كده لوج ان زائد 1 اللي هو لوج ل 32 ب 5 زائد 1 ب 6. هنا لوج 16 زائد 1، هنا لوج 8 زائد 1. لما يبقى العدد العناصر اللي داخله بان، يعني هديني لوج ان زائد 1 يا شباب من المرات الكود بتاعها هيترن، تمام؟ ما علينا بقى اذا كان في هنا ثابت اللي هو 2 3 4، قلنا الكلام ده كله بتلاقي عندي، وبنحذف الحاجه الاخيره اللي هو الترم اللي ملوش اهميه، ماشي؟ فبالتالي يا شباب بيبقى الوقت الكل بتاعي عباره عن او اوف لوج الان، تمام جدا. يعني السيكوينشال سيرش كان بياخد مني ايه؟ بياخد مني او اوف ان. الباينري سيرش بياخد مني او اوف لوج الان في حاله ان العناصر بتاعتي مترتبه بالفعل. فبالتالي هيبقى عندي تو الجوريزمز دول، يفضل استخدم منهم ايه يا شباب؟ اكيد استخدم منهم الباينري سيرش عشان اللوج الان اسرع من الكود اللي بياخد مني ايه يا شباب؟ بياخد مني او اوف ان. وشفنا المره اللي فاتت برضه يا شباب ترتيب اللي هو الاوردر الجروس بتاع الفانكشنز، وعرفنا مين في بيكون اسرع من مين، وعرفنا في الترتيب في عندي لوج ان، وعندي في بعد كده الان، بعدين ان تربيع، بعدين ان تكعيب، وهكذا شبه احنا شغالين. طيب قبل ما نشوف ده محتاج بس ابص على حاجه تانية اللي هو الاناليسيز اللي احنا قلنا عليه شباب، اللي هو مثلا ان انا بيبقى عندي الان، تاني خطوه بقسمها على 2 بيبقى ان على 2، تالت خطوه ان على 4، وهكذا شباب، تمام؟ فبالتالي بيبقى عندي لوج ان زائد 1 من الاتريشنز، تمام يا شباب؟ فبالتالي الوقت كله هيبقى كام؟ هيبقى او في لوج الان. طيب واحد يسالني سؤال، افرض كان عندي شباب مش 32 ولا 16 ولا 8، يعني انا مثلا لو انا عندي 9 هعمل كام خطوه؟ هتبقى تقريبا كام خطوه يا شباب؟ ممكن مثلا 4 زائد 1 يبقى مثلا كام يا شباب؟ تبقى لوج ان زائد 2، تمام؟ لو انا مثلا عندي 10 ممكن تبقى لوج ان زائد 2 او لوج ان زائد 3، يعني هيبقى في رقم صغير في الجنب. الرقم ده شباب هيهمل تماما امتى؟ هيهمل تماما في الارقام الكبيره، في المليار و2 مليار والمليون وكده شباب، هتلاقي دايما الارقام قريبه جدا من اللوج ان بس بدون اي ارقام جنب. وقلنا قبل كده شباب لو في اي ارقام اصلا في الجنب 2 3 4 ديت ما بيكونش ليها اي لازمه، عشان بختار دايما اللوج ان هو الحاجه المهمه بالنسبه لي. فما فيش حد قابل الارقام دي بارقام صغيره اللي هو لوج 2 بكام، طب لوج 3 بكام، طب لوج 4 بكام، هتلاقي الارقام قريبه من بعضيها بس كلها شباب تقريبا تقريبا لوج الان، ماشي؟ لما تكبروا في الارقام شويه وتعرفوا ان الان بيدينا رقم كبير شويه، فهتلاقي ان قيمه العنصر الاخير ده مقارنه باللوج ان ولا حاجه، فممكن نحذفه ونسيب دايما ايه شباب اللوج ان دايما هو اللي موجود. طيب ده كده شباب بنادي سيرش الجوريزم، وده بطريقة الاتريتيف باينري سيرش. يعني ايه اتريتيف باينري سيرش؟ قدام شوية هتعرف الفئة الجوريزمات ممكن ينفذها بأكتر من طريقة. يعني باينري سيرش اتنفذ بالطريقة ديت، ممكن يتنفذ بطريقة تانية بنسميها الريكيرسيف باينري سيرش، تمام يا شباب؟ ودي مطولش عليكم. بص هنا باينري سيرش ده عامل ازاي يا شباب؟ بيشتغل على الاري كاملة من أول المين لغاية الماكس، تمام؟ لو العنصر عندي في النص نهيت، لو مش في النص بعمل ايه؟
بروح شغال على المنتصف النص التاني بتاع الأدري. طب لو كان أكبر بروح شغال على النص الأول بتاع الأدري، وباخد ده كأنه أدري جديد ببدأ أشتغل عليه، وبطبق عليه نفس اللي اشتغلته في الكبير، وأشوف هل المنتصف بتاعي هو ولا مش هو. لو هو نهيت مش هو بشوف، لو كان أصغر باخد الجزء اللي في النص ده كأنه أري جديد لوحده واشتغل عليه نفس الباينري سيرش. يعني ايه شباب؟ يعني بستدعي الريكيرجن بتاع الباينري سيرش ما بين مين ومين؟ ما بين يا اما المن والماكس بتاعي بعوض عنه بالمد زائد واحد لو كنت انا هدور فين؟ في النص اللي في الاول، وانفذ الباينري سيرش مرة تانية بس في النص اللي في الاول. ماشي؟ طيب لو كان الكي عندي اكبر يا شباب اشتغل في النص التاني، فبالتالي برضو هنفذ الباينري سيرش مرة تانية داخل المرة الكبيرة، بس المرة دي الميد زائد واحد هيحل مكان محل ايه شباب؟ محل المن اللي عندي. معناها ان انا هبدأ ان انا اسيرش في الجزء اللي في الاخر ده، ويبقى المن عندي هو الميد زائد واحد. طيب الوقت الكل بتاعها بيتحسب ازاي يا شباب؟ عندي هنا شوية ثوابت اللي هو مثلا دي كده بواحد، ودي ممكن تتنفذ او لا، ودي هنا كده شباب عندي هنا بواحد تمام، يعني ودي ممكن تتنفذ يا شباب او لا اللي هو ده بواحد تمام. ده كله كده ارقام ثابته ما عنديش فيها اي مشاكل. طيب نبص كده على الباينري سيرش، في كل مره بناديلها نص الاري اللي قبل كده. يعني ايه؟ يعني الباينري سيرش لما كان داخل لها الاري كامله كنت محتاج احسب لها التي اوف الان. ماشي يا شباب؟ طيب هنا محتاج احسب لها نص الاري، فمحتاج احسب لها التي اوف ان على 2. ودي كمان لو كانت الناحيه الثانيه فانا هشتغل ايه شباب؟ هشتغل برضو تي اوف ان على 2، يعني نفس التايم لما اشتغل على نص الاري. الكبيره كانت تي اوف ان، فدي بشتغل تي اوف ان على 2 عشان نفس الفانكشن بس شغال على نص الاري. طيب فتي اوف ان الكبيره هتساوي ايه؟ هجمع ده كله، يعني هجمع ده واجمع ده. وانت بتشتغل على اتنين مع بعض اللي هو الناحيه دي والناحيه دي، ولا على واحده منهم؟ على واحده منهم بس، على حسب هشتغل على اللي تحت ولا على اللي فوق. فانا هاخد واحده منهم فقط ايا كانت مين هي تمام، زائد شويه الثوابت اللي انا بشتغلها معايا. فالتي اوف ان دي شباب كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي تي اوف ان على 2، يعني واحده منهم زائد شويه ثوابت من الارقام ديت اللي هو سواء 2 سواء 3 مش هتفرق معايا، بعوض عنها بثابت. طيب انا برضو هطلع دي بكام؟ يعني انا كده هطلع انا كنت هناك فهمتها من طريقه الخطوات وعرفت هطلع لوج ان ليه. طيب ده هحلها ازاي كده شباب؟ دي حاجه يا شباب اسمها الريكيرجن، خدناها مره قبل كده برضو في الريكيرسيف صم اللي هو كانت فيه تي اوف ان هتساوي تي اوف ان ماينس 1. يعني بتلاقي هنا تي اوف كذا وجوه برضو تي اوف كذا، هنا تي اوف كذا وجوه تي اوف كذا، قلنا ده الريكيرسيف يا شباب. ودي قلنا ان شاء الله في الترم شويه هنحل النوع ده من المعادلات تمام. بس انت فاهم وعارف باستخدام الباينري سيرش باكتر من الجوريزم تاني، عرفت الباينري سيرش بياخد منك كام؟ بياخد منك من او اوف لوج الان. بس هنا برضو مفيش مشكله، دي كده كده برضو هتطلع معاك او اوف لوج الان، بس هنعرف لك طريقه حلها ان شاء الله ازاي قدام شويه لما نحل مسائل الريكيرجن تمام جدا يا شباب. دلوقتي عايزين نعمل مقارنه ما بين اللينير سيرش وما بين الباينري سيرش، الطريقتين بتوع السيرش اللي احنا خدناهم. اللينير عندي بيشتغل على داتا في اي ترتيب وبياخد مني او اوف ان، اما الباينري بيشتغل على داتا لازم تكون مترتبه وبياخد مني او اوف لوج الان يا شباب، اللي هي قصده لوج 2 للان، مفيش هنا 2 يا شباب تمام. دي بيشتغل مالتي دايمنشنال اري، لو انا عندي اري 2 دي كده اخلص ده كامله ارجع اخش اخلص على الصف اللي بعديها، بعد كده الصف اللي تحت، بعد كده الصف اللي تحت تمام. اما دي شباب لازم تكون 1 دايمنشن ار دي عشان ببدا اقسم نص ونص، ما ينفعش ان انا اقسمهم كده شباب الا اذا حولت المالتي دايمنشن ار دي ل 1 دايمنشن ار دي. الكلام ده سهل وبسيط. طيب كده شباب خلصنا اللي هو سيرش اريز او الجوريزمس تمام، وخلصنا السكشن بتاع النهارده. بس في حاجه بسيطه شباب عايزين نوضحها كده في نهايه السكشن ده، حاجه اسمها السمشن تمام. اخدنا قبل كده ازاي نحسب اللوب بتاعتي، ان انا مثلا عندي اري هنا من اول ال عندي لوب مثلا يا شباب تمام، من اول الواحد لغايه الان بعمل كام يا شباب؟ بعمل برنت وليكن مثلا نجمه، فبالتالي لو عندي هنا ان دي ب 100 هطبع 100 نجمه تمام، ب 1000 هطبع 1000. كل دي كده عباره عن بتنفذ الكود اللي جواها ان من المرات، عشان هنا هبدا من الواحد لغايه الان تمام. كنت اقول الجوريزم ده كامل بتنفذ كام مره؟
او اف ان. طيب في طريقه ثانيه سهله بنستخدمها شباب اسمها ايه؟ اسمها السمشنز. يعني ايه شباب؟ مثلا بقول لك ان الالجوريزم ده كده بيبدا من اول واحد لغايه الان، فبالتالي كل مره بنفذ خطوه واحده، تمام؟ فبقول له ايه؟ سمشن من اول الواحد لغايه الان، كل مره هتنفذ لي خطوه. معناها ايه؟ يعني خطوه زائد خطوه زائد خطوه زائد خطوه زائد خطوه، سوري، من الواحد لغايه ان شباب. كم مره؟ ان من المرات، بحيث ان الخطوه الاولى دي كانت واحد، الخطوه الثانيه تبقى اتنين، الخطوه الثالثه هتبقى ثلاثه، الخطوه الرابعه هتبقى اربعه، لحد ما توصل ان. هفضل اجمع ده كله شباب، هي معناها بالظبط واحد زائد واحد زائد واحد، ان من المرات، يعني واحد في ان، يعني بكام يا شباب؟ يعني بان. تمام؟ دي طريقه سهله جدا جدا وبنحتاجها. في عند شباب هنا سمشنز شويه قوانين هنحتاجهم كتير، اللي هو من الواحد لغايه الان الواحد هتبقى بان. طيب تخيل كده يا شباب ان انا بحسب من واحد لغايه ان، بس بعمل ان من خطوات جوه. يعني ايه؟ يعني عندي اتنين لوب من بعض جوه بعض، من اول واحد لغايه ان، بعد كده فور من واحد لغايه ان تاني، بعد كده برنت لحاجه معينه، تمام؟ يبقى اللي فوق ده يا شباب هتنفذ اللي تحت منها ان، واللي تحت ده يا شباب هتنفذ اللي تحت منها ان. يبقى ده هتنفذ كام مره يا شباب؟ الكبيره بتنفذها من واحد لان، تمام؟ وجواها بتنفذ ان من المرات، فدي معناها ايه؟ ان زائد ان زائد ان زائد ان لمده ان من المرات، يعني واحده في عددهم تبقى ان في ان في ان تربيع، تمام؟ بس كده معنى السمشن. وهكذا يا شباب، عندي من الواحد للوج ان بعمل هنا ان، ممكن دي تبقى مثلا لغايه من اول واحد لغايه لوج ان، مش الان مثلا، تمام؟ فتبقى واحده في عددهم اللي هو ان لوج الان. وهكذا يا شباب. طب انا عندي هنا ان وهنا اي، بس بجمع جواهم الاي، اللي هو بجمع 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. يعني هنا بعمل هنا من اول ده، بص كده، هنا شباب ببدا من اول الواحد لغايه ايه شباب؟ هنا الاي تساوي واحد لغايه الان، هنا بعمل من الواحد لغايه الاي. يعني اول خطوه هتتعمل خطوه واحده بس، اللي جواها دي بتتنفذ كام مره؟ تنفذ اي من المرات، فتبقى دي بواحد هنفذ بواحد. تاني لوب هتبقى دي باتنين، فهنزل جوه ديت، فدي هتشتغل مرتين، فعمل واحد زائد اتنين. تاني مره هتبقى الاي بتلاته، فهدخل هنا، فديت هتنفذ دي ثلاث مرات، فهجمع تلاته، وهكذا شباب. يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 لغاية ايه شباب؟ لغاية ما اوصل زائد ان من المرات، تمام؟ دي كلها كده هي دي سمشن واحد لغاية ال ان الاي. فدي كده شباب ان زائد 1 على 2، ودي طبعا مثبتة رياضيا وهكذا، مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده كله. وهكذا شباب السمشن دي كلها، ده كتير جدا هيوفر علينا حلول ديت. يعني المسألة دي تطلع كام يا شباب عندك؟ هتطلع ان في ان زائد 1 على 2، يعني ان في ان بان تربيع على 2، يعني نص ان تربيع، زائد وهنا ان في 1 بان على 2، يعني نص ان، تمام جدا يا شباب. طبعا يا شباب الترم الهول الاكبر ان تربيع ولا الان؟ لا طبعا الان تربيع، فبالتالي يا شباب ده هيبقى نص ان تربيع، يعني او في ان تربيع. فالمساله دي كلها هتبقى كام يا شباب؟ او ان تربيع، تمام جدا. طبعا دي كلها مسائل زي اللي انا لسه عاملها بنفس الطريقه، من واحد بطبع جي، يعني هتطبع كام مره؟ 10 مرات. طب من الواحد لغايه الان بطبع الجي اللي هو 1 2 3، بطبع القيم ديت، تبقى من واحد لان يعني ان، وهكذا تحت هنا شباب كام؟ تبقى ان من المرات برضو. ممكن تلاقي انا شباب من الواحد لغايه ان هي نفسها من الصفر لان ماينس 1، ده عباره عن عدد خطوات بس مش اكتر، تمام؟ يعني هي ان من المرات. وعندي طبعا يا شباب مثال مهم جدا برضو كده، اللي هو من اول الصفر لغايه ال ان، تمام؟ بعمل ايه تحت يا شباب؟ بعمل من الاي زائد 1 لغايه ال ان. يعني ايه بقى بعمل من الاي زائد 1 لغايه ال ان؟ يعني انا مثلا عندي هنا اول لوب مثلا ولكن بتلف على الري من اول البدايه لغايه النهايه، تمام؟ كل مره بعمل ايه؟ ان انا مثلا في اول مره عند البدايه هنا، فبروح واخد اللوب اللي بعديها من اول عنصر لغايه الاخر، تمام؟
مره 2 3 4 5 وهكذا، تمام؟ تاني اللي هو ال n كامله ناقص الواحد اللي هو ال i. طيب تاني لوب هتبقى ال i ب2، فانا هبدا من اول الثلاثه لغايه ال n، يعني ال n كامله ناقص 2. طيب تاني لوب هبدا من عند الثلاثه، فانا هاخد ال n كامله ناقص الثلاثه اللي في الاول، يعني اول مره هعمل ال n ناقص 1، ثاني مره ال n ناقص 2 من مرات، ثالث مره ال n ناقص 3 من مرات، يعني في كل مره بعمل n ناقص i من المرات. تمام؟ كم مره ان فوق؟ يبقى كده من اول الصفر لغايه ال n بعمل ايه يا شباب؟ بعمل ان ناقص واحد من المرات في كل مره. طيب دي تتحل ازاي؟ حسب قوانين السميشن، اللي هو السميشن ان ناقص نفس السميشن الاي، يعني بنوزع ايه يا شباب؟ بنوزع من علامه الماينس دي في النص ما بين اتنين سميشن دول. الجزء ده في الاول حللناه هناك كان بكام يا شباب؟ كان بان تربيع. الجزء ده هناك برضه شباب حللناه هناك كان بكام؟ كان بنص ان تربيع زائد نص ان لو الناس فاكره، تمام؟ اللي هو حليناها هنا شباب لو الناس تاخد بالها، كانت زائد نص ان تربيع، ونحلها كلها مع بعض يا شباب اللي هو ان تربيع ناقص نص ان تربيع ناقص نص ان عشان الاشاره بتتضرب جوه، هتساوي نص ان تربيع زائد ثابت اللي هو النص ده، يعني هتساوي ثابت في ان تربيع زائد ثابت، يعني هتساوي او في ان تربيع. ناخد بالنا في حاجه، رغم ان هناك كانت اصلا نص ان تربيع بس احنا قلنا او في ان تربيع وقلنا ده ثابت، وهنا ان تربيع كامله، رغم الالجوريزم ده بياخد ضعف الوقت الالجوريزم ده هيستخدمه يا شباب، تمام؟ بس الاثنين بتحسبوا كام؟ بتحسبوا او في ان تربيع، وقلنا ما بنبصش على حكايه الثوابت، تمام؟ وكده نكون خلصنا سيكشن 3 بحكايه السمشن. طيب ناس كتيرة جدا هتتلخبط في حكايه السمشن، انا اصلا جبت قوانين السمشن دي كلها منين؟ حفظتها منين؟ طيب انت ممكن لو سرشت على فولدر صغير شباب اسمه سمشن هتلاقي فيه الحاجات ديت، تمام؟ القوانين دي كلها معروفه رياضيا وموجوده كلها، او انك ايه شباب؟ او انك مثلا لو معاك كتاب ذا انتروداكشن تو الجوريزمز، كتاب مشهور جدا من الكتب اللي بتشرح الجوريزمز، جيت تروح يا شباب هتلاقي موفر لك مثلا شابتر اسمه سمشن في كل السمشن اللي انت بتحتاجها وفي الشرح بتاعها يا شباب والحلول بتاعتها هتطلع ايه، تمام؟ اتمنى الناس تكون فهمت، وهنا يا شباب كنا انتهينا ان شاء الله من السكشن 3، وان شاء الله اشوفكم على خير في السكشن الرابع.